بابا، يقول بابا ايش رايكم في اللوري هذا؟ جميل صح؟ ايش رايك فيه؟ بابا ها عجبك؟ ها خذي 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 يلا عادي عطيه عطيه خليه يلعب شوية لا 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 ركي 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 خذيها خذي خذي خذ الكرة خذيها خذيها خذ الكرة ترك خبل صوت في المطبخ عادي عادي يصير يصير والله يصير هذه هي طبيعة اللوري يحب اللعب يحب اللعب ما شاء الله الطير اذكر الله يا جماعة الخير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طير متكلم وفي نفس الوقت لعوب تعال 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 تعالينا تعالينا طبعا كثير ارسل لي يقولون للبيع لا ما هو للبيع وش اللي بسرعة وش عليك منه خلى خلى ولد خلى فك يا ولد طب أنت ناشب لي هنا وتبغى تنتفى إيش فيك تعال تعال خلع يصبح عليهم تعال يا ولد ليه؟ بسوي قهوة الحين ناشب لي يقول لي تسوي قهوة قلت أوكي يا هو طيب الحين خلاص بسوي الحين بسوي شوف الجهاز بسوي شوف كيف طلع فوق يا كوكو تعال خليه يجي خبل انت تناديه تقول له تبغى قهوه ما هي كذا يا كوكو جيت انت هنا على ممتلكات كوكو تحمل اللي بيجيك من سب وقذف خله عادي 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 خله جديد ضيف ما ترى ما يدري لا تروشه الله يرحم والديك الا ترويش كل ما جاني طير جديد بتروشه خله توه جاي جديد ما درى ان هذه ممتلكات شخصيه لك خله عشان خاطري خله مجامل علشاني الله يرحم لي والديك تكفى علشان خاطري خلاص
خلاص تعال خلاص خلاص شو بيروح خلاص هد ماي كذا كوكو ضيف جديد على الأقل خلى 3 أيام لا لا شكرا لا تشرب قهوة خلاص وحتى أنا ما أبغى قهوة هاش خلتنا يا أخوي ما أبغى كرهتني في القهوة ما عاد أبغى فك أنت أنا اليوم عندي لكم شيء غريب أنا أول مرة أشوفه صراحة طبعا هذا الشيء الغريب اللي أنا راح أتكلم عنه أول مرة أشوفه صراحة الأمانة وحاولت أبحث عنه وأقرأ هم أساسا ما هم عارفين هم أصلا ما هم عارفين ليش هي أصلا جات إيش السالفة إيش السبب ما هم داري طبعا هذه مجموعة من شخصيات محفورة في الأرض يعني مسوين أكثر من شخصية في شخصيتين إنسان وفي شخصية حيوان هذه أحد الصور طبعا تم إنشاء الرسومات هذه من قبل البشر لكن إلى يومكم ذا ما هم بعارفين ليش هي رسمت ليش هي انحفرت في الأرض إيش السالفة إيش السبب ما هم دارين طبعا تتواجد هذه في صحراء كولورادو في أمريكا طبعا بنزل لكم كمان رابط جوجل ماب تقدر تدخل وتشوفه 360 درجة يعني تلف على المكان نفس اللي فيه الرسمة هذه اللي محفورة في الأرض اكتشفوها في عام 1932 كان في طيار اسمه جورج بالمر كان ماشي بطيارته من فوق الصحراء دي واكتشف النقوش هذه اللي محفورة في الأرض ولكن إلى يومكم يعني يقولون ما هم عارفين إيش السبب يعني ليش هي